بالنسبة حق مسرحية حلم أمينة. إيه؟ ضحك حلوان. أبي ردة فعلك عقب ما حصلت هذا الهجوم. والله أنا حصلت هجوم وقتها يعني من جميع الأكاونتات. ما كان عندي ردة فعل، كنت أبي أموت الموضوع. والدليل ما تكلمت، أبي أموته. أوكي، كل فنان خفقة ترى يعني ننسى ينسون، وكان أسوي يعني لا تذكرينهم. بس إنه اصلا انا ما اذكر الكلمه، ما ابرر حق نفسي. بس اصلا انا كفنان اشتطيت اثناء العرض، وانا قلت كلمه ويمي ايمان الله يذكرها بالخير، من اجمل فنانات الشباب الكوميديات. صحيح. ايمان فيصل يعني. صحيح. واختي ارتاح معها على المسرح اربع سنين دفعتي. اي ما شاء الله. وايمان فيصل وانا كنا استاذه الهام الفضاله، احنا نقول فريشه تفرش. وشاب جوهر مع حفظ الألغاب يفرش. فإحنا اللي كنا معتمدين في الكوميديا اشتطينا زيادة. أوكي، ما كنا نستاهل هالقوة من الهجوم، بس إنه إحنا غلط. فخلاص مدام غلط أسكت، ليش أعاند الغلط؟ أنا عيب على الحين على اللي يمسكون تليفونهم ويعاندون الغلط. أنا غلط، أتحمل ردة طيب الفعل. أنا عندي استفسار، وأقدم شيء أحسن. هو العرض كان على منصة صح، وما كانت عروض مستمرة، كان عرض تسجيلي. عرض والجمهور أساسا أهل ومو فل اصلا. اهل وعرض تسجيلي حق منصه خارج البلاد. اللي فهمته منك انه كان ارتجال، ما كان مكتوب بالنص او نوعا ما بما معناه بالنص. للامانه يعني هم اخوي علي الدوحات. لا لا، ما كان بالنص. كان بالنص، كان بالنص انه حوار مع العمه انه خلاص ردي ديرتك. زين، فاحنا القصه ان احنا غادرين بمنا. احنا كنا الجمله، ما قاعد ابرر احنا غلط، بس كانت الجمله ان احنا غدرنا بومنا ما نغدر فيك. هذا اللي بالنص. اوكي انزين، انا بسالك سؤال، بسالك سؤال من 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 كذا كومنت دفاع عنكم كان موجود. طيب. ان بالمسرح قبل كانت في الفاظ وايد تنقال. شوفي انا ما بغيت اقولها، لا بس انا قريتها بالكومنتس واستوعبتها بعدين. اليوم هل لان انتشار المسرح وصار بمتناول الجميع صار الوضع حساس، ولا الثقافة اختلفت من قبل اليوم؟ لا، الثقافة اختلفت وسبب السوشيال ميديا. وبعدين في ناس تكلمت مو عارفة الموضوع، في ناس قالت هذه مسرحية طفل وقاعد تنعرض بالعيد وأرجو توقيفها. أنت مو عارف أنت إيش قاعد تشوف. أنت شفت يعني مقطع مثلاً مسرحية ثلاث ساعات أحكم على 15 ثانية. بالضبط 15. أنا ما قاعد أدافع عن العمل، بالعكس عملي وأحبه واستمتعت في هذا العرض اليوم الواحد. بس إحنا غلطنا صح؟ صحيح. بس الكلمة اللي غلطنا فيها كانت في سياق الحوار. الحوار وفي ينقال أكثر من شبي من فنانين. ما أدري شنو سبب كان هذا الهجوم، بس الحين السوشيال ميديا، الحين أنا تطلع مني كلمة راح تلقين البرنامج كله. زين أنا بسأل سؤال وانت جاوب إيه أو لا، ما راح أحرجك. تم. هل جروب أمينة حاف مستقصد؟ يعني هالإحساس مستهدف؟ يعني هالإحساس ياك هالإحساس، يعني هالإحساس مستهدف. وخذيناها أنا وإيمان مع أن جروب أمينة حاف للأمانة حتى لو العمل ما له قصة، ده يعني في غلط كان من الممثلين فيه. يعني الكل اعترف في هذا الشيء، بس جروب كان على قلب واحد، كان الكاست التصوير ممتع، أمتع عمل صورته خلف الكواليس، يعني ما لي شغل باللي طلع. بس عادي، عمل وخفق ما في شيء. كان انا احس انه كان مستهدف. زين، بس والله يعني انا استمتعت. استاذ باسم عبد الامير مسرح مو وايد ينزل، فاستمتعت بالتجربه انه اختارني اكون كوميديان العرض، وغلط في هذه. الحمد لله الناس نسيت وسامحونا. نسينا. سامحونا.